نفس الكلام على الوقود، احنا بنتكلم في 10 مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل، انت محتاج ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليهم، وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج. يتبقى موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18,000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الايام اللي فاتت، ويمكن برضو هتبقى معانا شوية كده. انا بتكلم يعني اكتر من 500,000 طن مازوت في الشهر، تمنهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار، ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في أزمة كبيرة قوي الحقيقة.